احنا دلوقتي كان عندنا اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب بدعوه شخصيه منه كريمه عشان مناقشه ما تم انجازه الفتره الماضيه من برنامج عائله الاهلي والافكار المطروحه حاليا لنهايه السنه. يعني والله هي مش قرارات، انت عارف ان اللجنه العليا بتصدر بس بعض التوصيات. هو النهارده كان عندنا اجتماع مع ثلاث لجان اساسيه، لجنه المراه ولجنه الشباب ولجنه النشاط الرياضي الترويحي، والثلاث لجان دول اعتقد انهم بيمسوا قطاع كبير جدا جدا من اعضاء النادي الاهلي على اختلاف مراحلهم السنيه كلها. ناقشنا اللي تم في الفتره اللي فاتت من ندوات عقدتها لجنه المراه، من بعض الشو اللي تم برضو اثناء فتره العيد واحتفالنا بالاعياد، حفلات شم النسيم، الدوره الرمضانيه اللي كانت بين الاعضاء هنا، واتفقنا ان احنا في اسرع وقت هنقدم المقترح بتاعنا الى نهايه العام ان شاء الله. طبعا احنا مهتمين جدا بدور المراه، انت عارف ان المراه هنا في النادي هي اللي بتجيب اولادها التمرين، هي اللي يعني فدور المراه ده واضح جدا في يعني مش عايزين ان احنا نرجع للماضي، لكن احنا اعدنا تفعيل دور لجنه المراه تاني. لجنه المراه بتهتم بالمراه وبالاسره وبالطفل، وبالتالي هي بتغطي تقريبا جميع النواحي الاجتماعيه الموجوده في الاسره المصريه وعائله الاهلي. كمان عندنا لجنه الشباب، ودي لجنه احنا استحدثناها السنه دي بعد برنامج عائله الاهلي، لانها بتمس قطاع كبير جدا 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 من اعضاء النادي الاهلي. طبعا كانت مناقشات، وبالتالي لابد ان احنا بعد كده هنقدم برنامج للكابتن محمود الخطيب ويعرض على مجلس اداره والمكتب التنفيذي، ثم بعد كده نقدر نعلن عن هذه الخطوات. اولا احنا بنحاول ان احنا نخلي الانشطه بتاعتنا تغطي الثلاث فروع، لان في الاخر احنا كلنا النادي الاهلي، سواء فرع مدينه نصر، سواء الشيخ زايد، سواء الفرع الرئيسي هنا في الجزيره. لكن الانشطه بتاعتنا هتكون متعدده جدا جدا جدا، مش هتكون انشطه ترفيهيه فقط، لا بالعكس، ده في انشطه كتيره جدا في البرامج اللي احنا حاطينها خدميه، ليها افكار تسويقيه، ليها افكار لتعليم مهارات لافراد الاسره في النادي الاهلي من النواحي الفنيه ومن نواحي الكورسات واللغات ومهارات التعامل. فان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه الاعضاء هيلمسوا جهد كبير مبذول يغطي احتياجاتهم ان شاء الله. يعني خلينا برضه اكون واضح في طبعا بحكم ان احنا اهلاويه اصلا، يعني بغض النظر عن اللجان، انما احنا طبعا بنهتم في المقام الاول بان عندنا جمعيه عموميه بيتخطى عددها 150 الف عضو، فال 150 الف عضو دول هم نواه من ال 70 مليون. مفيش شك ان احنا بنبقى حاطين في ذهننا ده هيأثر ازاي على جماهير النادي الاهلي، فالموضوع مش مجرد كوره او ممارسه نشاط رياضي فقط يعني، لكن اكيد اكيد اكيد. وكلنا على فكره اتعلمنا جوه مدرسه وجوه عيله النادي الاهلي كتير من المهارات والقدرات على اتخاذ القرار في الوقت السليم وفي بالطريقه السليمه ودراسه الموضوعات. ما فيش شك ان ال 70 مليون موجودين في عقولنا، موجود في عقول مجلس الاداره، موجود في عقول الاداره التنفيذيه، واحنا بنحاول ان احنا نساعدهم كلجان في توصيل الافكار دي لجماهير النادي الاهلي.